السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إبيزا فيها مشكل تعليراتي. المهم تستينا لي بوبين ملاح، لي بوجي ملاح، بعد ولينا تستينا لا كومبريسيون تاع لي سيلندر. لقيناهم كامل 14، ثلاثة هذو الثلاثة الأولين 14، الرابعة هذه لقيناها زيرو، أمبار واحد ما كانش. صافي بروبليم هنا ميكانيك، لازمنا نفتحو الموتور. دونك نفتح الموتور ونرجع لكم ان شاء الله. وها واش لقيت فيها؟ سوبابا محروقه، خلينا نكل مليح. على علم ان السياره فيها الغاز، كون بدلو له السوبابا هذيك شمن لقاو له حبه اكاس، ونقفلو له على مال ربي. السلام عليكم.